من ساعة ما شافته وهي منهارة. ما كانش المفروض إن أنا آخدها معايا. هو أنت قلت لها إن أحمد هو اللي لقى الجثة؟ لا، ما قلتلهاش. وهو مالهاش؟ مش عارف. أنا قلقان عليها أوي وخايف عليها. يارا لازم تبعد عن العيلة دي، خصوصا بعد اللي حصل. قولي، أنت ما عرفتش حاجة جديدة؟ عرفت من النيابة إن التقرير المبدئي بيقول إن الرصاصة جت في راسه من الخلف. يعني في حد دخل عليه الأوضة وضربه في راسه. ده وقت عيد ميلاد عمر بركات. ايه؟ يعني ابني اتقتل وانا قاعد بره؟